اهلا بيكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من مصر الجديده، حلقه الجمعه. والجمعه زي الخميس امبارح زي الاسبوع ده كله من صباح السبت اللي فات 7 اكتوبر وحتى اليوم، والامور بتجري في قطاع غزه وفي المنطقه كلها وربما في العالم كله بسرعه اكبر بكتير مما كان البعض يتصور. النهارده طبعا حضراتكم تابعتوا طول اليوم تحركات كثيفه للغايه، سواء دبلوماسيه او تحركات ميدانيه وعسكريه، هنناقشها، هنناقش يعني عدد كبير منها النهارده في فقراتنا البرنامج. النهارده الحلقه كلها عن هذا الموضوع، عن الحرب على غزه، لكن عندنا ملامح مهمه حصلت النهارده. عندنا زياره امبارح تمت لوزير الخارجيه الامريكي انتوني بلينكن لاسرائيل، وابدى في مؤتمر صحفي مع رئيس الحكومه بنيامين نتنياهو دعم غير محدود للدوله العبريه. وانتوني بلينكن النهارده كمان التقى مع الملك عبد الله بن الحسين ملك الأردن، والتقى مع الرئيس الفلسطيني في عمان محمود عباس، ثم ذهب إلى قطر وعقد لقاء ومؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري. الجولة الأمريكية ده وزير خارجية، الرواية الأمريكية ثابتة وواضحة، كل الدعم لإسرائيل، إلقاء اللوم طول الوقت على المقاومه الفلسطينيه وعلى حركه حماس باعتبار انه يعني كلما يسال عن طب المدنيين طب الاوضاع الانسانيه فيتحجج بانه هناك يعني اتخاذ للمدنيين كدروع بشريه من قبل حركه حماس. طبعا ده امر الحقيقه يعني لا ينبئ عن خير، لا ينبئ عن نيه، لانه بخجل شديد عندما يسال عن قواعد القانون الدولي فيما يخص المدنيين في حالة الحرب بيتحدث بخجل شديد عن انه يعني احنا اتكلمنا مع الاسرائيليين في ده ويعني هيراعوا ده. وزير الدفاع الامريكي وصل فجأة النهاردة بنفسه الى اسرائيل، التقى وزير الدفاع الاسرائيلي والقيادات العسكرية الاسرائيليه، وبحسب ما اعلن مش بس التقى بيهم على مائده مباحثات، ده دخل معاهم غرفه العمليات حيث شاهد حسب الروايه الاسرائيليه بعض ما حدث في الاسبوع اللي مضى، النهارده اليوم السابع للاحداث، وانه كمان اطلع غالبا على ما سيجري من استعدادات اسرائيليه. مشاهد الدبلوماسية الأمريكية والعسكرية تشير كلها في جملة قالها وزير الدفاع الأمريكي، أنه نقدم كل الدعم الممكن لإسرائيل. على صعيد تاني، التطور الخطير اللي حصل النهاردة، وده الحقيقة تطور يعني هو ده يمكن قلب ما يحدث الآن، وده برضه هنسأل عليه النهارده ضيوفنا اللي هيبقوا معانا في الاستوديو وعلى التليفون. انه متحدث باسم الجيش الاسرائيلي صباح اليوم في حدود الساعه يعني صباح مبكر حوالي 7 أو 6:30 اعلن انه اسرائيل ابلغت الامم المتحده بانه على سكان مدينه غزه وشمال قطاع غزه النزوح الى جنوب القطاع في ما يلي منطقة وادي غزة. هؤلاء العدد من السكان بحسب تقدير الأمم المتحدة نص سكان غزة أو أكثر قليلا، 1.1 يعني مليون ومئة ألف مواطنة ومواطن وطفل ورجل عجوز، عليهم في خلال 24 ساعة حسب بيان المتحدث العسكري الإسرائيلي ثم حسب المنشورات اللي اترمت بعشرات الآلاف من الطائرات الإسرائيلية على القطاع، أن يتركوا بيوتهم وشوارعهم ويعني أحيائهم ومصالحهم وأعمالهم وينزحوا سيرا على الأقدام أو بالسيارات بأي طريقة كانت، ويخلوا منطقة شمال
غزة كلها، لأنه دي حسب المتحدث الإسرائيلي العسكري دي منطقة عمليات. وطبعا حتى الآن هذه الاستجابة لهذا الأمر ضعيفة، ضعيفة للغاية. وده أيضا أمر هنتحدث فيه مع ضيوفنا، اللي هو فكرة التهجير، التهجير الثاني، محاولة إسرائيل زي ما كان عملت قبل كده العصابات الصهيونية في فلسطين قبل قيام دولة إسرائيل، ثم بعد قيامها زي ما قامت بتهجير قسري في هذا التوقيت إلى الأراضي، بقية الأراضي الفلسطينية ساعتها اللي كانت الضفة الغربية وغزة وبعض الدول المحيطة، لحوالي 750 ألف نازح ولاجئ فلسطيني طردوا بالقوة في هذا التوقيت. من ساعتها فكرة الترانسفير أو الدفع للنزوح أو التهجير لم تتم مرة تانية، دي المرة الأولى اللي تتم فيها بعد ما حدث في نكبة 47-48. الأحداث طبعا كلها بتشير إلى تطورات سريعة جدا وتبدو يعني شديدة الأهمية. وعندنا كمان تطور ثالث مهم على الجانب الآخر، إنه وزير خارجية إيران كان في زيارة بدأها امبارح بالليل متأخر إلى لبنان، وعقد مؤتمر صحفي النهاردة مع نظيره اللبناني، وكان له تصريحات مهمة أيضا هنناقشها بعد شوية. لكن الحضور الإيراني بدأ أيضا واضحا في المشهد. وكان عندنا كمان تصريحات للمرة الثانية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتعلق بما يجري الآن في المنطقة. وبالتالي من الواضح أنه كل الفواعل والفاعلين الدوليين والإقليميين بيتحركوا كل بطريقته وكل بحسب تصوراته عن مصلحته. لكن خلاصة المشهد ككل قبل ما ندخل في التفاصيل وهي كثيرة وهنناقشها مع ضيوف كرام معنا على التليفون أو في الاستوديو، أنه المنطقة بل مش فلسطين بس ولا غزة ولا دولة الاحتلال بيمر بمنعطف شديد الخطورة، المنطقة بالكامل والتطورات تبدو شديدة السرعة، وهناك يعني محاولات لإيقاف تدهور الأوضاع اللي هي بالفعل بتتدهور شيئا فشيئا. لكن حتى اللحظة الإصرار الإسرائيلي، الرواية الإسرائيلية الأمريكية اللي مدعومة من قطاع كبير من الدول والحكومات الغربية بتأخذ طريقها على الأرض، بتأخذ طريقها على التنفيذ، التبرير الإعلامي، التبرير الأخلاقي لما يحدث أو سيحدث في قطاع غزة وفي الأراضي الفلسطينية آخذ في التطور. طيب احنا عندنا يعني حاجات نقولها سريعا. خبر اولاني مهم ثم نعود للاخبار او المعلومات اللي قلناها. الخارجيه المصريه النهارده اصدرت بيان واضح للغايه، حذرت فيه في بيان صادر من وزاره الخارجيه من مطالبه الجيش الاسرائيلي سكان قطاع غزه وممثلي الامم المتحده والمنظمات الدوليه في القطاع بمغادره منازلهم خلال 24 ساعه والتوجه جنوبا. أكدت مصر على أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسوف يعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء ودون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة، فضلا عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابها. وطلبت مصر الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن القيام بمثل تلك الخطوات التصعيدية لما سيكون لها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وعلى ضوء ما هو مقرر من إحاطة الأمم المتحدة لمجلس الأمن يوم الجمعة بشأن هذا التطور الأخير الخطير، طلبت مصر مجلس الأمن بالاطلاع بمسؤوليته لوقف هذا الإجراء، ودعت جمهورية مصر العربية الأمم المتحدة والأطراف الدولية إلى التدخل للحيلولة دون المزيد من التصعيد غير محسوب العواقب في قطاع غزة. ده موقف مصر الرسمي
وهو موقف واضح للغاية من هذا الموضوع. ويأتي طبعا استكمالا للكلمة اللي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح في تخريج دفعات من الكليات العسكرية، واللي أكد فيه على موقف مصر الواضحة، واللي أصبح النهاردة يعني هو الشعار الرئيسي في كل البيانات الرسمية والإعلامية العربية، أن تهجير الفلسطينيين يعني تصفية القضية الفلسطينية، وهذا أمر مصر لم تسمح به، لن تسمح به، لا توافق عليه. وهنا كمان بيان الخارجية حاسم في هذا الاتجاه. طيب الموضوع المساعدات الإنسانية برضو امبارح طبعا وزارة الخارجية برضو كانت طلعت بيان يتعلق بضرورة فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وان اسرائيل تتوقف عن ضرب وقصف معبر رفح من الجانب الفلسطيني للسماح بالمساعدات ان تذهب عبر مصر، سواء المساعدات المصريه اللي بتعد على قدم وساق، سواء مساعدات غذائيه او طبيه، او ايضا التبرعات بالدماء بالدم. النهارده الاف عشرات الالاف المصريين بيتبرعوا بالدم من اجل اشقائنا في فلسطين، وهناك ايضا مساعدات اتت الى مطار العريش من المملكه الاردنيه الهاشميه ومن دوله تركيا، هي موجوده حتى الان في مطار العريش في انتظار فتح المعبر. طيب نروح نشوف مع بعضنا ايه اللي عندنا بعد كده تاني من اخبار، ويمكن احنا عندنا بنركز النهارده في الجزء الاول من برنامجنا على الفاعلين الرئيسيين الدوليين او الاقليميين. عندنا زي ما كنا بنقول الرئيس فلاديمير بوتين نظر في خلال قمة لرابطة الدول المستقلة، الرئيس بوتين قال انه سقوط ضحايا من المدنيين خلال الصراع العربي الاسرائيلي سيكون امر غير مقبول على الاطلاق، وقال هذه مأساة واسعة النطاق وهي نتيجة للسياسة الامريكية الفاشلة ونهجهم الاحادي الجانب هو الذي اوصل الوضع الى طريق مسدود. واردف بوتين بعدها انه الشيء الاكثر اهميه هو ان الخسائر في صفوف المدنيين ستكون غير مقبوله على الاطلاق، اكد ده مره اخرى، والشيء الرئيسي الان هو وقف اراقه الدماء. ورئيس بوتين يعني اضاف انه الولايات المتحده الامريكيه حاولت حل المشكله الفلسطينيه الإسرائيلية أو الأزمة من خلال بعض إجراءات التحفيز الاقتصادي، لكن التفاقم الوضع جه نتيجة السياسة الفاشلة اللي حسب وصف الرئيس بوتين بتنتهجها الولايات المتحدة، والتي لم تكن مهتمة بإيجاد حل وسط الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وأبدى رغبة روسيا، قال إن روسيا مستعدة للتوسط في هذه التسوية ما بين الفلسطينيين وإسرائيل. وكمان علق على الحصار المفروض على غزة، وقال ان الحصار اللي فرضه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة غير مقبول، وهو يشبه، وهنا مثال مهم، الحصار الذي تم فرضه على مدينة لينينجراد اللي هي سان بطرسبرغ دلوقتي من النازي خلال الحرب العالمية الثانية. وأضاف أن روسيا عندها علاقات جيدة مع العالم العربي والإسلامي، وأنها تريد تنفيذ تعهداتها بإقامة دولة فلسطينية، وانه على المجتمع الدولي التفكير في المواطنين اللي بيعانوا من التصعيد، وانه يعني العملية البرية اللي بتخطط لها الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة ستؤدي الى سقوط ضحايا مدنيين على نحو حسب تعبيره غير مقبول. الشيء الاخير حسب تصريحات الرئيس بوتين، الولايات المتحدة احتكرت عملية التسوية الفلسطينية الاسرائيلية وتجاهلت الحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني. طيب احنا يعني دي تصريحات مهمة، هي تاني مرة رئيس بوتين من يومين عمل تصريحات ايضا، ما حدش هيقدر يعني نفهم معاه ده افضل من الاستاذة الدكتورة نورهان الشيخ، هتبقى معانا بعد فاصل قصير ونعلق مع بعضنا على هذه الاخبار. خرج المصريون في كافة المحافظات المصرية بعد صلاة الجمعة للتبرع بالدم لدعم الأشقاء في فلسطين. وقفنا مع إخواتنا في فلسطين هو موقف ثابت للدولة المصرية، موقف ثابت على المستوى الإنساني، موقف ثابت على المستوى العربي، موقف ثابت على مستوى الأمن القومي. احنا هنا بنحضر بصفتنا كأعضاء في الحملة الرسمية وكمواطنين مصريين محبين لإخواننا
في فلسطين، وده الحقيقة يعني تصرف نابع من القلب، وبندعو كل مواطن مصري قادر على التبرع بالدم ان هو ينزل ويعمل زينا، علشان في هذه المواقف يعني المواقف تبين الرجال وتكشف المعادن، ويعني ياريت كل المصريين في اطار حملة موسعة يتبرعوا بالدم. بنحاول بكل جهد ان احنا نساعدهم، وبندعي لهم ان شاء الله ربنا ينصرهم باذن الله. الناس دي يعني منقطع عنهم كل حاجة، مش اكل وشرب، فدي الدم ده ممكن ينقذ حياة حد. كلنا لازم نكون نقف جنب اخواتنا الفلسطينيين، واجب على كل عربي ان احنا نكون معاهم في دارهم، دي اقل حاجة نقدر نعملها يعني. ان شاء الله ربنا ينصر اخواتنا في فلسطين ان شاء الله، والقدس ان شاء الله عربية فلسطينية باذن الله ان شاء الله. لازم نقف كتف في كتف يعني، كلنا يد واحدة، وكلنا مسلمين وكلنا عرب. اتبرع؟ الحمد لله. ليه كان مهم انك تيجي النهاردة وتتبرع بالدم؟ عشان الدم ده يوصل لاخواتنا في فلسطين وكده، وربنا يقويهم على اللي هم فيه، وهم محتاجين ده، وممكن ينقذ ارواح ناس كتير. فربنا يا رب يقويهم يا رب، ويطلعوا من اللي هم فيه على خير يا رب ان شاء الله. هناك مفيش دم عامه، او هناك ممكن يكون الادوات الطبيه مش متوفره بشكل كافي يعني. والله دي اقل حاجه نقدر نقدمها لاخواتنا في فلسطين يعني في الوقت الراهن، بس مش اكتر من كده. طول عمر الشعب المصري واقف جنب الشعب الفلسطيني، مش كده؟ طبعا، رابط العروبة ورابط الدين. إيه عشان ده اللي نقدر نقدمه يعني، يعني الظرف صعب، فده اللي نقدر نقدمه يعني. وتبقى مصر دوما قيادة وشعبا، الداعم الأول للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني بكل أشكال المساندة، شاء من شاء وأبى من أبى. عمرو أبو جبل، مصر جديدة، ETC. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. كنا قبل الفاصل قرينا الخبر الخاص بتصريحات المهمة جدا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين النهاردة في قمة الدول رابطة الدول المستقلة، وقلنا أنه معانا على التليفون يشرح لنا ده الزميلة العزيزة الأستاذة الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذة العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والسياسية جامعة القاهرة، والخبيرة في الشأن الروسي. أهلا دكتورة نورهان. أهلا بحضرتك أستاذ ضياء وأستاذ المشاهدين. يعني الحقيقة الرئيس الروسي في خلال 48 ساعة عمل تدخلات مرتين مش مرة واحدة، بعدما يعني كان هناك صمت لمدة 4 أيام تقريبا. أولا تفسير ده من عند حضرتك إيه؟ يعني هل كان هو ترقب روسي؟ هل هو كان انتظار؟ هل هو تحليل؟ هل هو يعني إيه بالظبط؟ ولماذا فجأة تدفقت التصريحات اللي هنناقشها مع بعض بعد دلوقتي حالا؟ لا، هو في موقف واضح جدا من بداية يعني عملية طوفان الأقصى. كان في موقف واضح من أنه أمن لبنان، وأنه أمن لبنان والحفاظ على الهدوء فيه، وهو بيقول ده هدف زيارتي، واقترح عقد اجتماع لقادة المنطقة للبحث في هذه الأوضاع. طبعا كان في استقباله مندوب عن حركة حماس، ومندوب عن حركة الجهاد الإسلامي أيضا، بالإضافة طبعا إلى حزب الله. والوزير الإيراني بيقول إنه الولايات المتحدة تريد إعطاء إسرائيل فرصة لتدمير غزة، وهذا خطأ أمريكي فادح، وإنه إذا أراد الأمريكيون منع تطور الحرب في المنطقة فعليهم لجم إسرائيل، وإنه الدعم الأمريكي غير المحدود لجرائم إسرائيل المستمرة كما قال سيجعل الوضع أكثر سوءا. بالتالي هناك يعني تحرك إيراني في نفس اللحظة اللي فيها تحرك أمريكي. وزير خارجية أمريكي جه امبارح، وزير خارجية الإيراني جه امبارح المنطقة، ده وصل إلى إسرائيل، ده وصل إلى لبنان، ووزير خارجية أمريكي بيواصل جولته في المنطقة. الوجود والظهور الإيراني النهاردة اللي أعقبه في تجمع شعبي حصل في الضاحية الجنوبية بعد صلاة الجمعة، وكان في نائب الأمين العام لحزب الله يعني ألقى فيه خطاب حماسي كبير. طيب احنا عشان نفهم ده برضو هيبقى معانا على التليفون الآن الأستاذ الدكتور مدحت حماد، أستاذ دراسات الإيرانية بجامعة طنطا. أهلا بك يا دكتور مدحت. أهلا بك يا دكتور، شلون ازي حضرتك؟ أهلا بك يا دكتور مدحت. دكتور مدحت، يعني زيارة وزير الخارجية الإيراني دي يعني في التوقيت ده وفي اليوم اللي بيوصل فيه وزير الخارجية الأمريكي، هل معروف للكافة أن وزير الخارجية الأمريكي جاي لهدفين، هو وحاملة الطائرات، الأول دعم إسرائيل والتاني رسائل إلى
دول الاقليم واهمها ايران انه ما تتدخلوش. وزير الخارجيه الايراني جاي يبعت اي نوع من الرسائل؟ يبعت دكتور رشوان يبعت ثلاث رسائل مهمه جدا. اول رساله هي رساله طمانه رسميه من جانب المرشد علي خامنئي، لانه كان في تصريح للمرشد علي خامنئي تاني يوم الازمه ما اشتعلت يوم السبت اللي فات، اللي علي خامنئي طلع وقال انه في الاخر احنا لن نترك حماس، لن نترك المقاومه الفلسطينيه، ودعمها واجب شرعي ديني علينا كجمهوريه اسلاميه ايرانيه. اعتقد انه الرساله الاولى ان وزير الخارجيه جاي عشان يطمن قاده المقاومه الفلسطينيه، وبالتالي يقصد يعني يوطد اكتر واكتر من عمليه التنسيق اللي بقالها ثلاث سنين بتتم على قدم وساق من 2021 بين حزب الله وبين المقاومة الفلسطينية. الهندسة العسكرية المقاوماتية القائمة بين الجبهتين، جبهة حزب الله وجبهة غزة، كان طبعا اللي أسس ليها قاسم سليماني. نعم. واللي وضع الاسس بتاعها كان قاسم سليماني. دي الرساله الثانيه او ده الهدف الثاني، انه هو يريد وزير الخارجيه الايراني انه يعني يؤكد على الصراط الوثيقه بين الجبهتين غزه. والرساله الثالثه هي مباشره فعلا للولايات المتحده الامريكيه، نحن هنا. نعم. ايران موجوده في شرق المتوسط، من العراق لسوريا للبنان لفلسطين. مصالحنا، نحن لا ندافع فقط عن المقدسات الإسلامية، إنما ندافع عن الوجود الإيراني الذي تم هندسته على مدار 30 سنة بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية في سنة 1988. دي ثلاثة رسائل مهمين جدا جدا. عظيم. طيب احنا دلوقتي إيران هو الفاعل الحاضر الغائب في الأزمة دي كلها، والكل يعلم بدون يعني اي نوع من الاجتهاد في التحليل او غيره انه المقصود بعدم توسيع نطاق الحرب في الخطاب الامريكي والغربي هو عدم دخول ايران. ايران الحليف الرئيسي ويعني الاول ليها في المنطقه، وبالتحديد في المنطقه المتخمه لدوله الاحتلال، هو حزب الله. وحزب الله تجاربه السابقة يعني معروفة للكافة، وخبراته تطورت إلى حد كبير قطعا، اللي هي الجبهة الشمالية بتعبيرات الإسرائيلية. السؤال الآن هو هل حزب الله، وإحنا طبعا سمعنا تصريحات من قيادات الحزب الله بتقول، لكن دخول حزب الله إلى المعركة إذا ما بدأت الاجتياح البري لغزة، هل حزب الله يقتصر دوره على تقدير الموقف أم اتخاذ القرار، ولا اتخاذ تقدير الموقف واتخاذ القرار يكون في طهران؟ لا، أنا أقول لسعادتك هو مش محتاج يروح طهران لسبب بسيط خالص، إنه فيما يعني استشفيته من خلال متابعتي لوسائل الإعلام الإيرانية من يوم السبت اللي فات، وما تم تسريبه في بعض الصحف الإيرانية ناطقة بالفارسية في خلال الأسبوع اللي فات، هناك بالفعل وصل لحزب الله وربما لفلسطين. انا قاصد ان اقول سعادتك الكلام ده. نعم. بعض قاده الحرس الثوري الايراني من فيلق القدس. يعني حسن نصر الله مش محتاج يروح يبقى القرار في طهران، لانه انا قلت لسعادتك من 3 4 دقائق انه السيناريوهات او عمليه هندسه العلاقات بين محور المقاومه اللي هم حلفاء ايران في المنطقه، هذه الهندسه وضعت من قبل 2006، نقدر نقول من 2001 و2 بعد المواجهات العسكريه اللي حصلت سنه 2000 اللي عملها قاسم سليمان. وبالتالي هناك اليات يعني سيناريوهات موضوعه مسبقا وموجوده في الادراج، اذا حدث كذا هنبقى السيناريو نطلع سيناريو الف، اذا حدث كذا نطلع سيناريو ب. بالتالي اللي انا استنتجته من خلال مطالعه الصحف والوسائل الاعلاميه الايرانيه ان بعض قاده الحرس الثوري من فيلق القدس هم الان في جنوب لبنان، وبالتالي عمليه المواجهه اذا تمت بالفعل مش هتبقى تقدير موقف. نعم. ده هيبقى انفاذ الاراده بتاعه المقاومه او محور المقاومه الذي تقوده ايران رسميا،
والذي يعلن عنه تاني يوم زي ما قلت سعادتك علي 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 خميني مرشد الجمهوريه الاسلاميه. طب ايه اللي يدفع النقطه اللي ايران او اسف حزب الله يقرر بعدها الدخول؟ اللي احنا سمعناه انه احد امرين، اما انه المقاومه في غزه يعني تواجه موقف صعب، او ان المقاومه في غزه تدعو حزب الله ومحور المقاومه للتدخل. هل ده هو الحقيقه ولا حزب الله عنده حسابات اخرى؟ لا ده في اعتقادي وفيما يعني في تقديري برضو للموقف ده هو ده الحقيقه، وده اللي تم اعلانه انه الهجوم البري، وربما ده يفسر ليه تاخير برضو الهجوم البري الاسرائيلي على غزه، لانه احنا امام 48 ساعه حاسمه، 48 ساعه اللي قادمه هي حاسمه في تاريخ ومستقبل منطقة الشرق المتوسط برمته وربما منطقة الشرق الأوسط، لأنه إذا صدقت إسرائيل ودخلت هجوم بري شمال غزة أعتقد أن هي كأنها تدفع حسن نصر الله إلى أن يثبت مصداقيته، حطه على المحك. أعتقد أن حسن نصر الله بمواقفه سيدخل بالفعل الجبهة. وأزيدك على هذا أن ربما تكون هذه هي إحدى الفرص التي ينتظرها حسن نصر الله وتنتظرها إيران لإعادة هندسة العلاقات أو عملية الردع بين حسن نصر الله وإيران وبين تل أبيب والولايات المتحدة الأمريكية. الموضوع ربما يكون أكبر بكتير من فكرة حماس مع إسرائيل، لأنه لو صدقت يعني لو صدق حسن نصر الله واجتاح الشمال الإسرائيلي لن يخرج منه، انا قاصد وانا اعي الجمله، لم يخرج من الشمال الاسرائيلي، وستتغير الخريطه السياسيه الاسرائيليه وستتقلص الخريطه السياسيه الاستراتيجيه، واذا نجح الخريطه السياسيه الاسرائيليه، واذا نجح حسن نصر الله سنكون بصدد تغيير جذري في طبيعه المعادله، وهذا ربما يؤدي الى تصعيد اخر من جانب الولايات المتحده ومن جانب اسرائيل. وتبقى برضو دي الفرص اللي إيران بتنتظرها. إيران في اعتقادي الشخصي يعني بتعتبر أنه أي مشكلة تحدث في شرق المتوسط مش بمثابة تهديد، هي بمثابة فرصة لإنفاذ الطموح بتاعها لتحقيق الرؤية الاستراتيجية بتاعتها اللي هي إيه في الآخر اللي هو معلن اللي يجب إن إحنا ما نغضش النظر عنه إطلاقاً، القضاء على إسرائيل. هو ده إيران أعلنت الكلام ده والمرشد علي خميني أعلن الكلام ده نفسه. إذن نحن أمام حرب إقليمية كبرى قد تشتعل إذا ما دخل حسن نصر الله فعلاً في أرض المعركة. إذن أما إذا قامت المقاومة حماس والجهاد بطلب النصرة مباشرة زي ما حصل بين سوريا ومصر في حرب اكتوبر تخفيف الجبهة الشمالية، في ظن في يقيني ان حسن نصر الله سيستجيب على الفور، وربما قبل ان تغري حماس سيكون قد دخل حسن نصر الله المعركة. احنا امام 48 ساعة ازمة. مصر اعتقد انه اسمح للدكتور ضياء احنا امام يعني مش هقول أزمة وجود لكن أمام تهديد استراتيجي صحيح. للأمن الإقليمي الذي ينعكس مباشرة على الأمن القومي المصري صحيح. أعتقد الدعوة اللي قال عليها وأنا قاصد برضو دي علي وزير الخارجية الإيراني عبد اللهيان أنه يدعو إلى عقد مؤتمر قمة إقليمي، إحنا محتاجين نفكر في الموضوع ده. طيب أنا عايز أرجع برضو تاني للسيناريو الخاص بحزب الله. التحليل أو تقدير الموقف الإيراني، إيران عارفة أنه في حاملة طائرات أمريكية وبعض البوارج والمدمرات البريطانية موجودين في الشرق المتوسط وبقرابة الحدود الإسرائيلية والشواطئ الإسرائيلية واللبنانية. تقدير الموقف الإيراني، هل هذه القطع العسكرية والتدخل العسكري الأمريكي هيبقى حال ويتم في حالة تدخل حزب الله ولا في حالة تدخل الدولة الإيرانية ويعني دخولها مباشرة، ولا هيعتبر أن مجرد دخول حزب الله يوجه أسلحته إلى حزب الله في لبنان باعتبار أنه ده زراعة الدولة الإيرانية؟ تقدير الموقف الإيراني إيه؟ التاني طبعاً،
ان هو مش انه القطع دي جايه عشان لو ايران اعلنت رسميا انها اتدخلت، لا. نعم. وزير الخارجيه الايراني ووزير الدفاع اسف وزير الخارجيه الامريكي ووزير الدفاع، نعم، لما نزل النهارده في تل ابيب قال احنا جايين عشان نطمئن حلفائنا واحنا نعم، ونحذر نعم الاطراف الاخرى من ان هي تنخرط في الصراع عن طريق وكلائها والوسطاء بتوعها، يعني حزب الله او حتى الحوثيين في اليمن، لان هم برضو في خلفيه المشهد الاساسي اللي دول موجودين. صحيح. فاعتقد انه تقدير ايران انه تدخل امريكا سيتم بمجرد تدخل حسن نصر الله. ممتاز. وبالتالي ممتاز. هي عملت سيناريو. وانا في المناسبه دي يعني قدرا تذكرت حاجه مهمه جدا اقول سعادتك عليها. اتفضل. من حوالي 6 سنين نعم كانت ايران تجري مناورات عسكريه في منطقه الخليج. أيوه. وبحر عمان والمحيط. نعم. الهندي. نعم. جزء من وهي اعلنت الكلام ده رسميا. نعم. وعملت الكلام ده لثلاث سنين متصله. نعم. من جزء من هدف من اهداف المناورات العسكريه البحريه الايرانيه اللي اجرتها القضاء على وتدمير حامل الطائرات. تمام. وضعت الرساله. وضعت الرساله. فده بالتالي انا صحيح. تذكرت ده حاليا. فانا بما ان اذا موطن المناورات اللي قلت سعادتك عليها دي ايران طهران. نعم. من ادرانا واحنا وكلنا نتذكر في 2006 معذره حسن نصر الله اغرق بارجه ولسه كان من امبارح. هنترك كل ده للتطورات. احنا يعني بنتوقع الان لكن احنا أيوة. بس ما نستبعدش ده. لا وضعت الصوره. انا مش بستبعد. انا سمعت حضرتك وسمعت يعني ما جرى في 2006 اعوام. وطبعا بشكرك جدا على كل هذه الشروح اللي فهمتنا كتير الوضع الايراني ووضع حزب الله. بشكرك شكرا جزيلا استاذ دكتور مدحت حماد استاذ الدراسات الايرانيه بجامعه طنطا. طيب احنا حضراتكم زي ما انتم شايفين المشهد زي ما بنقول انه في يعني فسيفساء زي ما بنقول اللي هو يعني في التطعيم بالخشب بيبقى فيه قطع صغيره 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 بتركب جنب بعضها. المشهد بيركب على بعضه فجاه بنلاقي اطراف كتيره دخلت في المشهد سواء اقليميه او دوليه. الحضور الامريكي المره دي هو الأكثف والأكبر والأهم والأكثر علانية في تاريخ القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي. لم يحدث بهذه الطريقة أبدا حتى في حرب أكتوبر المجيدة من 50 سنة. كان هناك طبعا جسر جوي أمريكي كبير بيضخ ويمد إسرائيل بالأسلحة والذخائر بعد ما القوات المصرية عبرت قناة السويس. لكن كان حجم التأييد السياسي والإعلامي والضغط الإعلامي أقل من ما يحدث الآن بكثير. وبالتالي إحنا عندنا يعني تطورات شديدة الأهمية تحدث ربما ساعات تفصلنا عن تاريخ جديد. وعشان كده إحنا يعني بنرحب بشدة معانا على التليفون عشان يقرأ معانا هذا التاريخ الجديد السيد عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية. أهلا بيك سعادة الأمين العام. أهلا بيك. أهلا دكتور بيان. سعادة الأمين العام يعني أنت عشت تقريبا مراحل طويلة جدا من هذا الصراع وكنت في مراحل كبيرة منه مسؤولا ومهموما. المرحلة اللي بنمر بيها خلال الأسبوع اللي مضى والساعات القادمة لو أنت بتؤرخ لهذا الصراع هتحطها فين وتسميها إيه؟ أسميها مفرق طرق خطير ومهم للغاية في مسار الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ومسار القضية الفلسطينية ومسار التضامن العربي ومسار كيفية معالجة العالم العربي لقضاياه. طبعا اللي حصل كان في رأيي ورأي كثيرين سببه هو الانطلاقة المتطرفة للغاية للحكومة الإسرائيلية الحالية اللي اتكلمت مش اتكلمت بس على لسان وزراء مسؤولين عن إخلاء
الأراضي المحتلة من سكانها العرب، عن تضخيم وتوسيع سياسة الاستيطان مما يعنيه من، وقالوا ده بصراحة، من إزالة القرى الفلسطينية وطرد الفلسطينيين، إخلاء الأراضي الفلسطينية من سكانها. دي سياسة كان من المتوقع أي واحد متابع للقضية الفلسطينية وتطورات هناك أنه لابد يكون لها رد فعل، حياتي من أي زاوية من زوايا الموقف الفلسطيني. فلما يحصل رد الفعل هذا يجب نضعه في مكانه الصحيح، في موقعه الصحيح، أنه كان رد فعل لسياسة خرقاء، سياسة لا يمكن قبول بها ولا بد من التذكير بها، وألا نتركها ونعتبرها أنها يعني موضوع خلص. ده واحد. اثنين، كان هناك انطباع، والانطباع ده قائم لدى كثيرين بما في ذلك في العالم العربي، أن القضية الفلسطينية انتهت وأنها تتبخر في الهواء. ده كلام سطحي فاضي. القضية الفلسطينية كما رأيت ورأينا لا تزال حية. القضية الفلسطينية لن تتبخر في الهواء ولن تدفن في باطن الأرض ولن تغرق في الماء. كلامي ده مع أنه فيه شوية إنشاء، إنما أنا بتكلم على الحقيقة، أن القضية الفلسطينية لن تختفي. وهذه رسالة إلى كل من يهمه الأمر أو لا يهمه الأمر في العالم العربي. القضية الفلسطينية بالشكل اللي شفناه ده سوف تظل على ما هي عليه، قد تخبو بعض الوقت ولكنها سوف تنفجر في لحظة من اللحظات. ومش مش مسألة بقى سنة وعشر سنوات، لا، دي مسائل شهور وأسابيع. المسألة لا تتطلب موقفا عربيا محترما، تتطلب موقفا عربيا يستند إلى تحليل سليم للأمور وتقدير سليم صحيح للأمور. حكاية إن القضية الفلسطينية خلصت كلام فارغ. طب إجرائيا سيادة الأمين العام، إجرائيا بتقترح الموقف العربي ده يبقى شكله إيه؟ قمة عربية طارئة، اجتماع طارئ، اجتماع وزارة خارجية، تقترح إيه؟ أنا بقترح، وكم كنت أود أن يكون هذا قرارا عربيا، أن نذهب إلى مجلس الأمن. صحيح مجلس الأمن له عيوب كثيرة وما يعني قاصر في حاجة، قاصر ومقصر في أمور كثيرة. صحيح. ولكن أنت لما بتروح مجلس الأمن بتروح إلى منبر دولي رئيسي يذهب إليه العرب ويطرح الأمر، أنه استمرار الحال على ما هو عليه مسألة غير مقبولة، غير ممكنة، ولها مدار ويعني نتائج ضارة كثيرة جدا بالاستقرار في الشرق الأوسط أو ما يسمى في الشرق الأوسط وفي البحر الأبيض المتوسط وفيما وراء ذلك. إحنا لابد أن نتحدث من منبر دولي بصوت واحد، وبعدين ندفع بالأمور إلى أنه الآن إذا كان الإسرائيليين قالوا ما عندهم والفلسطينيين أيضا إلى حد كبير قالوا ما عندهم، طيب ما إحنا نرجع تاني وندعو الكل إلى عملية تفاوضية، إنما مش تحت منصة قوة واحدة، إنما في إطار مجلس الأمن. وهذا التفاوض يجب أن يكون له إطار زمني، ليس إلى الأبد كما كان من في التسعينات وعانينا من ذلك، إنما بندعو إلى تفاوض، بندعو إلى تفاوض نحو السلام، وعلى أساس مش بس القرارات الدولية أو المبادرة العربية، يا سيدي على أساس أوسلو اللي وقع عليه الإسرائيليين ثم خرقوه. صحيح. الإسرائيليين والفلسطينيين وقعوا على أوسلو. طب هات أوسلو، خلينا نتفرج هل نفذ، هات كل هذه الأمور، هات المبادرة العربية، هات أوسلو، هات القرارات كلها، بل هات الأصوات السياسية الإسرائيلية اللي تحدثت عن السلام مع الفلسطينيين وطرحوا مقترحات، هات كل ده حطها على مائدة التفاوض. ده ما يجب أن نفعله، منبر دولي قوي وموقف عربي واحد وهذه المستندات ومسار تفاوضي في إطار زمني محدد. هذا ما أدعو لي، هذا ما أفكر فيه. طب ربما ده بعد أن تسكت المدافع، لكن المدافع لم تبدأ بعد طبعا بداياتها الكبيرة، يعني احنا في غضون ساعات على الأرجح سيحدث الاجتياح الإسرائيلي. يا عزيزي الأستاذ ضياء، احنا في عمل سياسي، عمل السياسي ده مش بتاعنا، اعمل ده اليوم وإلا فلا لا. تمام. بكرة وبعد، بس إنما في خلال إطار عاجل إن إحنا لابد أن نذهب إلى هناك. مع الأسف أنا ما حصلش استعادة القرار العربي، ما ممكن يحصل. أنت عارف مين اللي طلب عقد مجلس الأمن؟ أظن العقد النهاردة البرازيل.
مظبوط. البرازيل مش دولة عربية، البرازيل. فيعني وبعدين في مسؤولية على الإعلام، الإعلام العربي، الإعلام وبما فيه الإعلام المصري، لابد من ان احنا نكون واضحين، واضحين حتى مع الفلسطينيين انه الصمود الفلسطيني مهم، البقاء بقاء الفلسطينيين في ارضهم ورفض اي سياسات إسرائيلية لطردهم او اخراجهم الى الخارج لابد ان يكونوا صحيين ولا تقبل. واحنا كمان كدول عربية لا يصح ان نقبلها. انا من شوية سمعت وزير خارجية الاردن بيتكلم وكان كلامه سليم، انه اخراج الفلسطينيين دي مسألة مش متعلقة بمصر ولا تعمل خيام في مصر، ده الكلام ده كلام يعني ملوش قيمة ده. انما القيمة هي ان لا يجب على مصر او على الاردن او السعودية او اي دولة عربية ان تقبل او تتعاون مع سياسة تخرج الفلسطينيين من ارضهم. طب ده سياد هو المهم. حضرتك المشهد دلوقتي كنا نتكلم من شوية مع بعض الضيوف المتخصصين في الشؤون الايرانية والروسية وغيرها، المشهد الآن يبدو أنه تفصلنا ساعات إما عن معركة كبرى البعض بيرى أنها قد تكون معركة إقليمية أو حرب إقليمية واسعة جدا، والبعض الآخر وده أقرب للتحليل الإسرائيلي بيرى أنها عملية قد تستغرق أيام وتنتهي إسرائيل من المقاومة في غزة. حضرتك أي سيناريوهين أو لا في واحد ثالث أنت شايفه ممكن يحصل في المنطقة خلال الأيام اللي جاية؟ لا، كل الابواب مفتوحه والتصورات الخاصه بالسيناريوهات مختلفه قائما، سواء السيناريو الاول اللي انت اشرت اليه او السيناريو الثاني اللي اشرت اليه. انما اذا كان الاسرائيليين فاهمين انهم سوف يقضوا على المقاومه الفلسطينيه ويخضعوا الفلسطينيين ويخرجوا ملايين منهم الى الخارج، يعني حل اسرائيلي 100%، انا بعتقد انه ده من قبيل التصور الخاطئ اللي في بعض يعني التحليلات السطحية اللي احنا شفناه على الساحة الفلسطينية يجعلنا نتأكد من انه لا زال الشعب الفلسطيني قائما مقاوما ولن يقبل ابدا انه يترك ارضه. انت عليك كاعلامي ان تطالب بهذا الكلام، ان تدعم مثل هذا الكلام. انا علي كمواطن عربي ان ادعم مثل هذا الكلام، وانا بعتقد ان الكثيرين من القوى المجتمع المدني الدولي والقوى الدوليه الكثيره في العالم الثالث في افريقيا وفي اسيا بل في اوروبا، وشفنا كلام من هذا النوع على وسائل التواصل الاجتماعي، ده يعني كلما استمرينا شويه كلما زاد تأييد الموقف الفلسطيني، لانه قائم على ايه؟ انت انكرت حقوق الشعب الفلسطيني وعايزهم كمان يخنعوا، وعايزنا نشارك معاك في تحقيق هذا الخنوع. ازاي يعني؟ كيف يمكن لواحد عربي انه يعمل ذلك؟ مع ذلك احنا بنطالب ايه يا ضياء؟ احنا بنطالب بدوله فلسطينيه، ونطالب بحل سياسي، ونطالب بحل تفاوضي، انما بنقول انه القضيه الفلسطينيه ما خلصتش. لهؤلاء اللي فاهمين انها خلصت بقول لهم ما خلصتش ومش هتخلص. طيب الواضح تماما انه يبدو، وده وضح امبارح في خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي الكلام اللي قاله مش بالتحديد، انه تهجير او خروج الفلسطينيين هو يعني تصفيه القضيه الفلسطينيه، ده اصبح النهارده هو يعني العنوان الرئيسي في كل التصريحات الرسميه وايضا الاعلاميه العربيه، وده ادراك حقيقه مبكر من 3-4 أيام مصر منتبهه لده. انا سؤالي من زاويه تانية، هل اسرائيل بعد 76 سنه من التهجير الاول اللي تم في 47-48 التهجير القسري، يا ترى ايه اللي يعيد هذه الفكره مره اخرى الى صانع القرار الاسرائيلي اللي هو يفصله 3 أجيال عن العصابات الصهيونيه اللي فعلت ده ساعتها؟ هو ده اللي هنتكلم فيه. اولا قبل ما اقول لك على ده، انا عايز اعلق على اللي قاله الرئيس السيسي، ده كلام سليم. لا يمكن لمصر ابدا ان تكون مشاركه في تصفيه الوجود الفلسطيني في فلسطين ولا في تصفيه القضيه الفلسطينيه. المساله مش مساله الهجره الى مصر وقبولها او منعها، المساله مساله اعمق من ذلك بكثير، لانه المطلوب ايه؟ هو الاسهل بالنسبه لهم اسرائيل ومن يناصرها ايه؟ خليه يفتح الباب وخليه كده مليون واحد ينزل، خلاص هو ده سهل، بدل ما يروحوا روما وبدل ما يروحوا اوروبا وبدل ما يروحوا يمين وشمال، الاسرع هو ده. انما لا، مصر عندها
وجهه نظر اخرى ومش بتاع مش بنت النهارده، دي مساله راسخه في السياسه المصريه. ومن هنا انا بايد الكلام اللي قاله الرئيس السيسي، واجب ان اؤيد هذا الكلام. احنا بنقول مش لا اهلا للفلسطينيين، بالعكس اهلا بيهم. نحن نتكلم عن ضروره بقائهم في اراضيهم. مع الاسف الشديد احنا عارفين انه ده صعب جدا، انما في نفس الوقت عشان يبقوا لابد من عمل سريع وعربي. نروح مجلس الامن نقول الضرب ده عباره عن جريمه حرب يجب ايقافها، ونعمل على وقف اطلاق النار سريعا، ونعمل على فتح ممرات انسانيه علشان الغذاء والادويه تروح الى قطاع غزه. ويجب على هذا المجتمع الدولي، وفي ناس كتير بقول لك المجلس الامن عقد بناء على طلب البرازيل، في قوة كبيره جدا بتقف بتقول المسائل دي ما صحش تمشي تستمر بهذا الشكل. طب قبل ما يضر النقطه دي، هل ترى حضرتك فلنعبئ العالم العربي، بس ده عايز العالم، هل تقترح انه يبقى على مستوى القمه، هل تقترح حضرتك انه هذه الجلسه من نوع ده؟ لا 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 لا، على مستوى وزراء الخارجيه يجب ان يعد، سيبك من المستوى، يجب ان يعد الامر اعدادا جيدا. وكان في اجتماع عربي الاسبوع امبارح، فليكن هناك اجتماع عربي اخر فوري علشان انه نوجد هذه الامور. حكايه اخراج الفلسطينيين ووضعها في اطارها الصحيح، لانه كثير من القوى عايزه تحمل مصر مسؤوليه انها ما فتحتش ده. لا، هي مساله مش مساله الفتح ولا مساله مصر، المساله مساله اخراج الفلسطينيين من ابواب متعدده من خارج الاراضي الفلسطينيه الى حيث الى التيه، الى اي مكان، الى التيه. انما فضلنا الارض عشان نبدأ بقى بهجره معاكسه وانهاء موضوع والحاق الاراضي، مش بس الاراضي الفلسطينيه، ده الحق ايضا البولان الاراضي السوريه وشبع الاراضي اللبنانيه، مساله اعمق بكثير. طيب. وانا بتكلم من الناحيه دي، واخشى على هذه المنطقه من التفاعل كل هذه العوامل السلبيه. طيب انا اذا هلخص الاول قبل ما ارجع للسؤال اللي انا كنت سالته. السيد عمرو موسى بيطرح الان أنه قبل أن تبدأ المدافع وقبل أن تسكت المدافع لابد من تحرك عربي استباقي للمرحلة التالية، ولا ننتظر النتيجة أيا كانت نتيجة الحرب القادمة أو المواجهة الموجودة، لكن لابد من تحرك سياسي دبلوماسي على المستوى الدولي، ويقترح مجلس الأمن ونبدأ الإعداد دول الآن بغض النظر عن سيناريوهات المواجهة، وأنه ده يبدأ فورا ولا ننتظر ماذا سيحدث على الأرض. هل ده التصور بالظبط زي ما انا فهمته؟ كويس. وفي حاجات اضافيه تتعلق بالقضيه الفلسطينيه، تتعلق بانها دي ما راحتش ومش هتطير. تمام. لا انا بتكلم في التحرك الاجرائي، هذا الكلام يعني، ده التحرك الاجرائي اللي حضرتك المنطلق هو هذا، المنطلق هو هذا. طيب هرجع تاني، ايه اللي يرجع فكره التهجير بعد 75 سنه عند جيل من القيادات الاسرائيليه ما كانش عايش مع عصابات الهجناء؟ ايه اللي رجعها تاني دلوقتي؟ الضعف العربي قال لك احسن فرصه، دي احسن فرصه نعمل نشيل نضغط علشان انهاء القضيه الفلسطينيه، ونفعل من العالم، من المبادره العربيه بندا واحدا، من المبادره العربيه بندا واحدا، هو ايه؟ هو التطبيع. انما طب الانسحاب فين؟ طب القدس فين؟ طب الدوله الفلسطينيه فين؟ طب حقوق الشعب الفلسطيني؟ كل دي بنود، هو عايز دي بس. انما لان هناك ضغطا متزايدا، تغير في الخريطه العالميه، تغير في السيستم العالمي، والوقت نفسه نشر الشعور بان القضيه الفلسطينيه خلصت وان العرب مش مهتمين، منهم ناس كتير قالوا انه في المحادثات الرسميه مع عدد من الدول العربيه اكتشفنا انه القضيه الفلسطينيه لم تكن على الاجنده. على كل حال، كان هذا صحيحا او غير صحيح، النهارده ما فيش اجتماع دولي، ما فيش اجتماع بين اثنين الا وقضيه فلسطينيه على الاجنده. صحيح. حتى ولو كانت من الزاويه الغلط الخاصه بدعم اسرائيل. صحيح. طيب الولايات المتحده الامريكيه، وحضرتك يعني عايشت وعشت وشاهدت وشاركت في مراحل كثيره من العلاقات العربيه الامريكيه والغربيه عموما، وفي ظل الصراع العربي الاسرائيلي، الموقف هذه المره موقف شديد يعني نقول التطرف، ولم يحدث انه قيادات عسكريه ودبلوماسيه امريكيه اتت لتزور اسرائيل وتدعمها عشيه حرب محتمله او اثناء حرب.
حضرتك تفسيرك ده ايه؟ هل له علاقه بالتطورات الداخليه في امريكا؟ هل له علاقه بعقده النازي والعقده اضطهاد اليهود؟ هل له علاقه بالمشابهه اللي عملها الاسرائيليين ما بين حماس وبين داعش؟ التفسير المشهد الجديد ده مشهد جديد على الاقل سياسيا واعلاميا، مش بتكلم في مضمون الامداد والدعم العسكري والاقتصادي الاسرائيلي الامريكي الاسرائيلي. شوف يا سيدي العزيز، الموضوع الامريكي موضوع ذا حساسيه خاصه، موضوع يجب ان احنا نتدارسه ونتعامل معه بتقدير سليم. الولايات المتحده مؤكدا انحازت 100% لاسرائيل، وشفنا وقت الرئيس ترامب لما اقترح اللي اسمه صفقه القرن، وكان الصفقه مؤسفة مضحكة لا يمكن قبولها، ولذلك ماتت في نفس يوم صدورها. وشفنا هذه العلة. احنا بقى لابد نتكلم مع الولايات المتحدة انه اي خطوة اضافية انتوا عايزينها مثل التطبيع ومثله ومثله ومثله، ضروري انه يكون في اطار، في كونتكست، في اطار شامل يعالج المشكلة. انا متأكد وانا بكلمك كده انه المملكه العربيه السعوديه اللي بيجري معاها تفاوض في هذا الشان سوف تتخذ هذا الموقف، لانه المملكه العربيه السعوديه عندها النهارده من وسائل قوه الموقف ومطلوب منها كثير، فما اظنش انها اذا باعت هتبيع رخيص. لا اعتقد في هذا، لا اعتقد في هذا. ولذلك هناك يعني بدايات لمواقف عربيه زي الموقف السعودي المنتظر المتوقع فيما يتعلق بمفاوضاتها مع الولايات المتحده. كمان الموقف المصري اللي لسه كنا بنتكلم فيه، انه لا، انا لن اكون جزء ابدا من عمليه تفريغ الارض الفلسطينيه من الفلسطينيين، ده موقف مهم. كذلك المواقف الخاصه حتى في كلام وزير الخارجيه الامريكيه، وهو كلام يعني عايز تعليق اخر، وانما اتكلم عن انه هم بيتكلموا مع الاسرائيليين، انه لا 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 ما يمكنش، لا تبالغ في هذا الكلام، انت بتعمل الله اعلم مدى صحه هذا، ولكن هناك نقاط نستطيع ان نبدا بها الحديث مع الولايات المتحده من الناحيه الانسانيه. ومن ناحيه تفريغ الارض الفلسطينيه من الفلسطينيين، من امتى وليه ازاي؟ هل ونسال السؤال، هل تؤيد الولايات المتحده تفريغ الارض الفلسطينيه سواء الارض المحتله او الارض المحاصره؟ المحتله يعني الضفه الغربيه والقدس الشرقيه، والمحاصره يعني غزه. طيب هل الولايات المتحده تدعم ذلك؟ سؤال مباشر يجب ان يسال، سؤال مباشر يجب ان يسال، وده يكون جزء من الحديث مع الولايات المتحده ومع الدول الكبرى وفي اطار مجلس الامن، لهذا ما اراه، لتدار الامور بحكمه وانما باستخدام سليم بوسائل القوه اللي عندنا او ما بقي منه. ما نستطيع. طب بمناسبة وزير الخارجية الأمريكي، يعني حضرتك وخبرتك الدبلوماسية يعني عشرات السنين، هل صادفك موقف زي اللي عمله أنتوني بلينكن عندما تحدث وقال أتحدث كيهودي ولحفيد لأحد ضحايا المحرقة وضحايا المعسكرات؟ يعني ده موقف مسبوق في الدبلوماسية العالمية من دولة كبيرة، ولا ده المرة الأولى؟ الحقيقه ده موقف نادر غريب شويه، وانما ايضا لانه شايف العرب ضعاف، يعني حيح لو قال كده هيحصل ايه؟ يعني قبل كده كان لا، ده في موقف عربي كل واحد اللي بياخد باله من الكلام اللي بيقوله. وده احنا، وبعدين ان يعني يكون يهوديا دي مش مساله، لا انا بتكلم عن اعلانه هو في هذا السياق، هو حر. انما يعني انه يكون يهودي ده مساله، لا يعني ما احناش ضد اليهود، احنا مش معركه اسلاميه يهوديه، هي معركه سياسيه كبيره حول مطامع معينه في المنطقه اللي احنا ساكنين فيها، احنا اهلها، احنا اغلبيه اهلها. طب هل في اي مجال الان، وقبل يعني احنا لسه المعركه والصراع العسكري قائم، هل في امكانيه على الصعيد الدولي في الامم المتحده او غيرها من الوكالات الكلام حوالين لجان تحقيق دوليه فيما حدث، سواء منسوبا لحماس ولا منسوبا للقوات الاحتلال؟ لا. هل ندعو احنا لده ولا نتركها لمن يهم الامر؟ أن يكون هناك موقف عربي في هذا الشأن، مش إحنا مصر. لا بتكلم كعرب. نعم.
نعم. احنا ممكن جدا انما ضمن مسائل يعني خطه شامله. انه اللي حاصل ده قتل المدنيين، مش قتل المدنيين يعني ناس بتنط على بيت ولا بتاع، لا، قتل المدنيين بقرار سياسي معلن بضرب المدنيين، بضرب المدن، بضرب القرى، ده جريمه حرب. دي مساله عايزه تحقيق وعايزه محاكمه مؤكد. امتى؟ هيجي وقتها. رسالتك الاخيره ايه؟ اشغل بالك ده بالامر ده دلوقتي، اشغل بقى بما هو عاجل بوقت صح، موضوع طرد الفلسطينيين او اخراج الفلسطينيين من الارض المحتله، وقف اطلاق النار وحمايه المدنيين، فتح الممرات، في حاجات عاجله لابد نعملها. طيب رسالة الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية والعربي العروبي والرمز السياسي العربي الكبير عمرو موسى للشعب الفلسطيني عموما وفي قطاع غزة خصوصا الآن في هذه اللحظة، تقول لهم إيه؟ يا ضياء، الشعب الفلسطيني لا يحتاج إلى كلمة مني ولا منك. الشعب الفلسطيني واضح جدا في كل ما يحدث من رفض كلام اللي في المنطقة الغربية، المظاهرات اللي في مختلف المدن العربية، الصمود الفلسطيني، الرفض الفلسطيني لخطط تفريقهم، هم عارفين هم عملوا ايه، ولا يحتاجوا منا الا ان احنا نتعهد بان نقف معهم ونأتي لهم بتطبيق سليم للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي فيما يتعلق بالاحتلال وبالقرارات الخاصة بسحب إسرائيل، بعدم جواز احتلال الأراضي عن طريق الحرب. أحب أقول لك هنا بقى إنه اللي حصل ده كله أعاد كلمة الاحتلال الإسرائيلي إلى الوجه، أعاد الكلام عن القرارات اللي ما تنفذتش واللي تتعلق بالاستيلاء على الأراضي عن طريق الحرب. صحيح. في رأيي استراتيجيا إسرائيل خسرت. ده يعني خير خلاصة من عقل عربي كبير وقلب عربي أكبر من السيد عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية. بنشكر حضرتك على يعني وقتك الثمين اللي أعطته لنا وعلى كل ما بثيته فينا من أفكار وأيضا آمال، بنشكرك شكرا جزيلا. نستأذنكم مشاهدينا الكرام، نخرج إلى فاصل ونعود في فقرتنا الأخيرة نستكمل حواراتنا حول هذا الملف وهذا الموضوع الحي والرئيسي المهم في حوارنا مع المفكر الكبير وأستاذ العلوم السياسية الأستاذ الدكتور علي الدين هلال. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في فقرتنا الرئيسية والأخيرة النهاردة، في ظل يعني التغطية أو التحليل المتواصل اللي بنعمله من امبارح لما يجري في قطاع غزة بشكل خاص وفي الإقليم وكله بشكل عام، فقرتنا مع مفكرنا السياسي الكبير واستاذ العلوم السياسيه الاستاذ الدكتور علي الدين هلال. اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا. يعني الحقيقه الظروف صعبه جدا. نعم. واحنا من اسبوع النهارده بكره هنكمل، النهارده كملنا 7 ايام واحنا في مشهد انا يعني محتاج من حضرتك، وانت يعني استاذ علوم سياسية ومفكر ومراقب للاحداث وهذا الصراع الممتد من قرابة 100 سنة النهاردة، لكن شقه النظامي من 75 سنة. المرحلة دي بغض النظر عن تفاصيلها نسميها ايه فيما مضى وهي مقدمة ايه فيما هو آت؟ اولا متشكر قوي على دعوتك للمشاركة النهاردة. طبعا دي اوقات صعبه واوقات بيسقط فيها شهداء وضحايا واوقات بيبدو فيها المستقبل مليء بالاحتمالات والاخطار والتهديدات. يعني اعتقد حضرتك وكل زملائنا في الاستوديو مشاهدين، كل واحد قاعد قدام التلفزيون وينقل من محطة لمحطة، استمع إلى شهادات المراسلين من رام الله ومن القدس ومن الضفة الغربية ومن احنا عن ماذا نتحدث؟
نتحدث في الأساس عن النتائج المترتبة على الاحتلال. إسرائيل احتلت أراضي من مصر وسوريا الضفة الغربية قطاع غزة في 67. مصر حررت أراضيها حربا ومفاوضة وتحكيما. الفلسطينيين معاهم 1000 قرار من قرار التقسيم 47 حتى الآن. حل الدولتين. أتحدى أن يكون في وزير خارجية أمريكي أي حتة استثناء أيام ترامب. التشخيص القانوني ما هو وضع الضفة الغربية؟ هي أراضي محتلة. هل الاستيطان ده له أي شرعية من أي مصدر إن كان؟ لا توجد دولة إلا بعض الأمريكان المتطرفين له شرعية. أدي جوهر المشكلة. جوهر المشكلة استمرار الاستعمار الاحتلال الإسرائيلي لأراضي فلسطينية عربية. مش بس كده، وقضمها حتة حتة من خلال الاستيطان. طيب، وأنا عايز أتكلم مع حضرتك بكل الصراحة أرجوك، واللي ساعات الناس يعني أولا يعني في ذهني المقارنة باليوم 6 أكتوبر 73 و7 أكتوبر 2023 إن جوهرهم واحد. في فرق أساسي، إن في 73 كانت حرب بين جيشين نظاميين محترفين، 23 بين اللي بيسموه يعني فاعل من غير الدول، حركة مقاومة وجيش محترف. إنما إيه اللي حصل في اليومين رغم هذا الاختلاف النووي؟ المصريين والفلسطينيين استطاعوا مفاجأة ما يسمى أقوى جيش في الشرق الأوسط، والزراعة الطويلة التي لا تقهر، والأجهزة الإلكترونية التي ترصد كل حركة وكل سكنة لدى الأعداء. استطاع المصريون 73، الفلسطينيون 23 أخذ الجيش الإسرائيلي على غرة. إثبات إن الهالة الكبرى دي، وطبعا لديه سلاح له أو ليس له آخر، لا شبهة في هذا، لا شبهة في هذا. ونتذكر إن أمريكا ملتزمة بأن إسرائيل يبقى لديها قوة عسكرية تفوق أي دولة عربية أو أي تجمع عربي. تدعم هذا الأمر لا شبهة فيه. يعني القدرة العسكرية، آلة الحرب الإسرائيلية القادرة على التدمير لا حدود لها، معروف. لما هذه الآلة ما قدرتش لا تشوف المصريين وبيعدوا للحرب، ولا تشوف الفلسطينيين، رغم الفلسطينيين عملوا زي المصريين، كانوا بيقوموا بتدريبات علنية على وجه الأرض. صحيح. رآها الإسرائيليون لكن لم يفهموا ما زاري. مش عايز أخش في تفاصيل اللي عملوه دوت. كان يحتاج إلى تدريب حد أدنى سنة، ما حدش وصله. الحديث إن إسرائيل لديها آلاف العملاء الفلسطينيين، وإن كل الفصائل الفلسطينية مخترقة وإن مليانة بالعملاء وبيعطوا، ما حصلش. رئيس الوزراء نتنياهو قال ان اللي هو هيعمله دلوقتي هيغير خريطة الشرق الاوسط. طب قبل ما ادخل في دي يا دكتور، نعم، في دلالة مهمة حضرتك قلتها ويمكن البعض القليل انتبه ليها، انه واحد الاختيار يوم 7 اكتوبر يوم سبت في ذكرى 50 سنة
على سبت اخر هو 6 اكتوبر. اتنين انه التدريبات حضرتك زي ما قلت النهارده وامبارح في تقارير مهمه اتعملت في محطات عالميه حوالين كيف يتدرب الفلسطينيون واين في قطاع غزه، يعني التدريب خد على الاقل سنه سنه ونص. هو السؤال اختيار 7 اكتوبر السبت في الذكرى 50 لاكتوبر العبور الكبير، هل ده اختيار عشوائي يعني ولا امتداد للرساله؟ اعتقد ان اختيار مقصود، يعني اختيار مقصود ان كان ممكن قبلها بشهر وبعدها بشهر. قالوا في الذكرى 50 لحرب اكتوبر نذكر اسرائيليين بان الاحتلال لا يمكن ان يدوم، وان الامن السلام ليس طريق القوه، وانه في النهايه زي ما حصل مع مصر انه من خلال المفاوضات والمباحثات نصل الى حل سلمي. يا استاذ ضياء، يعني انا عايز بس الواحد في حلقه غصه. انت عارف يعني الدولتين دول ايه معناها في الحقيقه؟ معناها في الحقيقه الدوله الفلسطينيه اللي هم الفلسطينيين عايزينها وقبلينها، نعم، هي على 22% من ارض فلسطين، 78% اسرائيل. يعني الفلسطينيون قبلوا خمس صحيح ارض بلادهم التاريخيه وعايزين يعيشوا في سلام مع فلسطين مع اسرائيل. وبالتالي بقى الدعايه، اله الدعايه، وانا اسف اقول مش بس في اسرائيل والغرب، يعني الدول الغربيه اللي قاعده تعلمنا ليل نهار حقوق الانسان ويطلعوا بيانات ضد مصر ان مصر معتقله واحد او اثنين، هذه الدول اللي قاعده تعلمنا وتعلم العالم كله آداب حقوق الانسان، لما النهارده الجيش الاسرائيلي بيقول لابد ان 1.2 مليون فلسطيني ينزحوا من بلادهم من الشمال يروحوا للجنوب، انا تابعت في الاخبار من ساعتين حضرتك البيانات اللي طلعت في امريكا تقول ايه؟ محدش ادانه، صحيح محدش ادانه، يقولوا ايه حضرتك؟ ان هذا الامر التوجيه ده غير واقعي، او ان هذا ان هو كان في 24 ساعه، نعم، ان هذا الامر الخارجيه قبل الامريكيه ده غير واقعي، الاتحاد الاوروبي قال سوف يتطلب معاناه شديده، وكانه لا باس. وبعدين واحد قال لك ان بلينكن اثار مع رئيس الوزراء الاسرائيلي اعملوا اللي عايزين تعملوه، نعم، بس راعوا قوانين الحرب. بالمناسبة بلينكن في مؤتمر صحفي مع وزير رئيس وزراء قطر وزير الخارجية علق على نقطة هذا الانذار بالآتي، أن حماس تمنع الفلسطينيين من الانتقال جنوبا، نصف أكثر من نصف سكان غزة. حضرتك الواقعة دي لا يعني الهزل الأكبر أن طلع تصريح أن حماس تمنع فتح ممر رفح حتى تصل الإعانات الإنسانية من مصر لفلسطين. طب يعني اللي أنا فاهمه إن كل مش بس حماس وفتح والحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية دعت الفلسطينيين إلى التمسك بأراضيهم، إلى البقاء على أراضيهم في منازلهم، أنهم لن يكونوا أكثر أمناً إذا انتقلوا من مكان إلى آخر. ودي على هذا ضرب بعض الأماكن في في فيما زعم أنه مناطق آمنة. ده شيء يعني عادة الواحد بيحاول يحتفظ بهدوء عقله. نعم. يعني فلسطين هجروا 3 مرات. مرة 48، مرة 67. النهارده اسرائيل بتهجرهم. طيب
ايه المقصود بالتهجير؟ التقصود بالتهجير هو ان يقضوا هو اجبرهم على الدخول الى سيناء. صحيح. موضوع سيناء دوت ده احد ثوابت الامن القومي المصري. للاسف كثير من الاعلاميين المصريين ما ذكروش حضرتك ان احنا عندنا سابقه عام 2008. صحيح. عام 2008 دخل برضه في ظروف مماثله. وقتها الرئيس مبارك قال ايه؟ قال ان وجود او ان استمرار وجود الفلسطينيين في مصر هو تصفيه للقضيه الفلسطينيه. وبعد ده ب 25 سنه الرئيس السيسي قال نفس الشيء. قال اللي بيتكلموا عن هذا الامر يسعون الى تصفيه القضيه الفلسطينيه. السؤال انت هل عايز تشارك في هذا ولا لا؟ طب قبل ما اطلع احنا مش هنشارك قطعا. وانا طلعت كان معايا السيد عمرو موسى على التليفون من شويه وانا صار في ذهني سؤال هي ملغز بالنسبه لي. 47 48 عصابات الصهيونيه كما كانت تسمى في هذا الوقت هي اللي عملت مع الدوله المشاه حديثا التهجير القسري. صح. اللي هو عربياته ترمي الناس 750 الف شخص هجروا بقوه السلاح اثاره الفزع لا تخش قريه تقتل اهالي الناس كلها تخاف وتجري والباقيين ترميهم على الحدود. طيب ده اختفى حتى في 67 حدث احتلال فانتقل للفلسطينيين داخل اراضيهم. لكن اللي رجع ما الذي يرجع فكره ليها 75 سنه اختفت يا دكتور علي اختفت من مش عايز اقول الممارسه لكن على هذا النطاق وفي هذا التوقيت وبالمغامره كمان مع دوله جاره ولك معها سلام اسمها مصر وفي مغامره بخلخله منطقه بالكامل. ايه اللي بيعيد هذه الفكره الى صانع القرار الاسرائيلي دلوقتي؟ سببين. السبب الاول هو يرغب في الانتقام والثار. يعني ما حدث يوم 7 اكتوبر صفعه على وجه جميع جيش المخابرات الإسرائيلية على وجه الجيش الإسرائيلي. قادة الجيش قادة المخابرات رئيس الوزراء يريد أن يعني يصلح وجهه يصلح صورته في سبب شخصي للانتقام. أدي السبب الأول أن القائمين على أمور إسرائيل يشعرون إذا جاز التعبير هم خذلوا الشعب الإسرائيلي ولم يقوموا بمهمهم يريدون أن يثبتوا. لأن خد بالك أسبوع 10 أيام هيبدأ التحقيق فيما حدث. صحيح. وزي ما حصل في 73 في أجرانات تقرير أجرانات التقصير هيحصل دوت. أول واحد قال إن حصل أخطاء قائد الجيش الإسرائيلي. خامس يوم لأول مرة طلع قال نعترف ان في اخطاء ونعترف اننا لم نلتفت الى تحذيرات والى مشاهدات. ادي السبب الاول. السبب الثاني استمرار العقيده الصهيونيه الجامده اللي هي فكره برضو الاخلاء. لما ترجع لكتاب هرتزل اللي هو يعني المؤسس الصهيوني الدولة اليهودية كان يقول شعب بلا وطن إلى وطن بلا شعب إلى أرض بلا شعب. وكان في الكتابات الصهيونية الأولى إن فلسطين دي فاضية تسكنها حيوانات وقبائل متناثرة وكلام زي كده. الفكرة القديمة انك تستطيع تحقق اهدافك السياسية بالقوة المسلحة. فهو بيتصور انه اذا استخدم قوة غاشمة قوة مفرطة عنف مع الفلسطينيين. وانا يعني هأغامر اقول لحضرتك نعم انا قلت اوقات صعبة ضحايا كثيرة نترحم على الجميع
انما لن تنتصر اسرائيل. لن تنتصر اسرائيل. لن تستطيع اسرائيل تصفيه القضيه الفلسطينيه. ولن تستطيع السيطره الكامله على قطاع غزه. واذا نجحت في هذا سنه او سنتين ستعود المقاومه مره اخرى. اذا كان حضرتك عندك مقاومه من 48 لدلوقتي، اذا لا يوجد على الاطلاق ما يدل على ان هذا الشعب الفلسطيني سوف يتنازل عن حقوقه. طب بمناسبه المقاومه، لانه في التحليل الاسرائيلي شيء يبدو كلاسيكي في الصراعات الطبيعيه واسرائيل بتمارسه دلوقتي، اللي هو حصار غزه الكامل، مش بكل انواع يعني المعروفه لدينا من الطاقه للغذاء للدواء الى الانترنت النهارده. الانترنت النهارده وده غالبا تمهيدا لدخول القوات يعني البريه في نفس التوقيت. اللي بتعمله اسرائيل تقليديا في دوله او في وجود حركه مسلحه مش حركه مقاومه، غالبا اسرائيل تراهن على ان سكان غزه الشعب الغزاوي انفض عن حماس، وانه كلما ضغطت بهذه الطرق كلما عزلت حماس او المقاومه عموما اكثر. في حالات المقاومه التاريخيه اللي حضرتك يعني بتدرسها لنا وفي الحاله الفلسطينيه، هل هذا التوقع في محله ولا العكس تماما هو اللي هيبقى في محله؟ لو عايز ارجع ل 48 و 67، الفلسطينيين تركوا أراضيهم ليه؟ أولا أراضيهم دي كانت قرى لم يكن فيها حركات مقاومة. وكانت الهجناء أو الإرجون تخش قرية زي ما قلت تفجر تقتل وتهديدات باغتصاب النساء. كانوا يهربون دفاعا عن العرض. ما كانش التصور انهم هيخرجوا الى غير رجعه. الوضع النهارده مختلف. الناس اكثر وعيا، اكثر تسييسا، اكثر معرفه بنتائج ما سوف يقدمون عليه من قرارات. هل في بعض ناس هتسيب؟ الاجابه نعم. صحيح. نسبتها دي نساء، أرامل، شيوخ، لما أعتقد نسبة معتبرة من الشعب الفلسطيني في غزة سوف يبقى في أرضه. ونسبة التعليم، وأنا بس أحب ألفت نظر، غزة نسبة الأمية فيها 2.5% في عموم الشعب الفلسطيني 3% تقريبا بما يشمل الضفة وجزء من فلسطيني، وده يورينا حجم الإرادة يا دكتور، مش كده؟ في إرادة سياسية، وفي بقى حتة ضلمة بس عايز أقول لك عليها. يقول لك غزة دي بلدين، بلد فوق الأرض وبلد تحت الأرض. وإن تحت الأرض مدينة أخرى، قد إيه ممكن يساعي ناس إلى آخره. ما اعرفش، انما اللي انا اعرفه ان لا، في ظروف المقاومه في ناس بتمشي، نساء، ارامل، اطفال، لكن في ناس بتبقى علمها اللي خدت الدرس قبل كده، انما بتسيب بيتك مش هترجع له تاني خلاص. درس اجدادهم وابائهم، اذا سبت بيتك مش هترجع له تاني خلاص، وتعيش بقيه عمرك انت والاولادك بعد كده لاجئين. ما اعتقدش. انا عايز بس برضو عشان اشوف نفسية الناس دي ايه، نفسية الفلسطينيين. نعم. ايه، ودول بشر زينا يعني، فيهم جوانب قوة وجوانب ضعف وعندهم تطلعات الى اخره. ماذا حدث اخي العزيز الاستاذ ضياء على مدى السبع او ثمان اشهر الاخيرة؟ اولا من يناير دلوقتي سقط حوالي 250 قبل العملية. نعم. شهيد فلسطين. فين؟ في بيوتهم او جنب بيوتهم. صحيح.
يعني عمليات إذلال وإهانة لا يمر، لم يمر أسبوع واحد حضرتك دون قيام، بس التركيز على الضفة الغربية مكانش على غزة. صحيح. على هوارة، على جنين، على مخيمات ومدن يقال فيها مجموعات عرين الأسود إلى آخره، يذهب الجيش الإسرائيلي يحاصر المخيم ونفسه، قتل فلسطينيين شباب لشبهات هنا وهناك. في نفس الوقت عشان بقى الكل يتحمل مسؤوليته، يعني قبل كده كان شعارنا العربي السلام وقبل الأرض، وبناء على هذا الأساس مصر، الأردن، منظمة التحرير وقعوا اتفاقات مع إسرائيل، ودي كانت ثلاث فئات لهم حرب مع إسرائيل. صحيح. مصر حاربت كان لها أراضي محتلة، والأردن حاربت كان لها أراضي محتلة، ومنظمة التحرير فتح ياسر عرفات أرادوا إقامة الحكومة الفلسطينية وتم توقيع أصله. طيب العرب كلهم طرحوا مبادرة السلام العربية. الحديث اللي النهاردة إسرائيل بتقول لك تدمير إسرائيل كلام لا أساس له من الصحة. لا أحد يتحدث اليوم عن تدمير إسرائيل. الجامعة العربية، كل الدول العربية بتقول نحن على نعترف بدولة إسرائيل والسلام مع شعب إسرائيل مقابل إنهاء الاحتلال لأرض الضفة الغربية وغزة، وكان نقيم علاقات معه. اللي حصل نتنياهو وبدعم أمريكي قال لا، الكلام ده موضة قديمة، السلام مقابل السلام، احنا مش ملناش حاجات الفلسطينية دي، احنا هنحلها معاهم، اي بالقوة. يا دول عربية احنا بنعرض عليكم السلام مقابل السلام، كان ده الاساس اللي تم على اساسه توقيع اتفاقات الابراهيمية، الامارات، البحرين، المغرب، وكان في بداية مع السودان، تم توقيع شيء مع السودان، لكن الأحداث بعد كده ما عملتوش. لكن كان أخطر شيء أنه في الشهرين الأخيرين سافر وزيرين إسرائيليين إلى المملكة العربية السعودية، وزير الاتصالات ووزير السياحة، وتحدثت المصادر الأمريكية ان واشنطن بتتدخل بقوه. نعم. لا، السعوديه ما قالتش ان احنا بنعمل حاجه. المصادر امريكيه واسرائيليه. انما انت لو فلسطيني بتشوف الصوره دي، صوره الاعتداءات اليوميه عليك، صوره اعداد متزايده من الدول العربيه بتقيم علاقات مع اسرائيل، علاقات اكتر شويه من اللي مصر عملتها. نعم. مصر عملت الحد الأدنى السياسي والأمني، مش عايز أتوسع في هذا. تمام. فلا، لابد أنك تشعر أن القضية الفلسطينية تحتاج، أنا بقول اللي حصل 7 أكتوبر هو صدمة استراتيجية أمنية سياسية كصدمة 6 أكتوبر، أعادت القضية الفلسطينية لتصبح رقم واحد، بعيدا بقى عن دموع التماسيح واللي بيعيطوا قدام التلفزيون والابرياء اللي ماتوا واجرام والمجازر الفلسطينيين عملوها، كل دول بعد اسبوع اسبوعين هيدركوا اجهزه التقدير الاستراتيجي بتاعتهم ان الاحتلال لا يمكن ان يستمر. بما انه الاحتلال لا يمكن ان يستمر، احنا دلوقتي والتحليل حضرتك بتقول ده تحليل مهم جدا لقراءة سياق مش قراءة لحظة، لكن احنا في لحظة كثيفة للغاية، وربما يترتب عليها سياق قد يكون اكثر تعقيدا يعني من ما نراه الان، حتى او نراه حتى الان، اتساع المواجهة،
كل اللي حضرتك يعني علمته لنا وبنسمعه وبنقراه بنشوفه حوالين الابعاد الاقليميه، الابعاد الخاصه بحزب الله، بايران، بفلسطيني 48، بفلسطيني الضفه الغربيه، المشهد حضرتك حتى الان مرشح لاي درجه من الاتساع او الخمود؟ ايه يعني التوجهات اللي احنا شايفينها النهارده؟ واحد، التأييد الغربي الكامل لإسرائيل. والوزير الدفاع الأمريكي النهاردة قال هذا ليس وقت الحياد الزائف، هذا وقت الحسم. ماشي. وقبله وزير الخارجية الأمريكي يقول أنا لم أجي هنا كوزير للخارجية، وأيضا جيت كيهودي. جده هرب. صحيح. حقه. وبايدن اوشك على البكاء او حاجه زي كده. وكله بقى فرنسا، المانيا، بريطانيا. فده شيء نتعلمه كعرب وكمصريين. هذه الدول دعمها وولائها وتأييدها بغض النظر عن الاسباب مطلق لاسرائيل. وامريكا بعتت حاجات عسكريه، وانجلترا بعتت حاجات عسكريه. لا اعتقد للتدخل في الحرب الدائره، انما خوفا من اذا فتحت جبهات اخرى للحرب. هل اي وارد تدخل؟ هل وارد حضرتك؟ نعم. طيب اقليميا، نعم، احنا شايفين ايه؟ شايفين تحرك تركي، تحرك ايراني، صحيح، تحرك مصري، تحرك جمع الدول العربية البيان. الإمارات رئيسها تحدث مع الرئيس بايدن. تحرك قطري. تصريح لولي العهد السعودي. ففجأة أصبحت قضية فلسطين اللي أنا قلته على مقدمة جدول الأعمال. اجتماع لمجلس الأمن دعت إليه البرازيل. طيب ايه بقى القضايا اللي مطروحة؟ رقم واحد الافراج عن الاسرة اللي موجودة اللي حماس ماسكها. بيقال 115 120 وفيهم امريكيين وفرنسيين وبريطانيين وبين واحد من تايلاند. اول سؤال يتسأل، هل دول مستوطنين اسرائيليين يحملون جنسيه اخرى؟ نعم. ام سياح؟ طيب وامريكا بتقول لك احنا بنتفاوض للافراج عن الاسر. ادي اول قضيه محك جدل في هذه اللحظه. طيب هل لو انت في مكان الفلسطيني، هل إذا أفرج عن هؤلاء الأسرة قدرته التفاوضية تبقى أكبر ولا أقل؟ القطع أقل. هي حماس من غير حاجة امبارح أو امبارح أفرجت عن سيدة إسرائيلية مع طفلين. يبدو حالة خاصة معينة أفرج عنه، بس هتندهش حضرتك ولا إذاعة من التلفزيونات الكبرى الغربية نشرت هذا. صحيح. إذا من حق الفلسطينيين إذا أفرجوا عن هؤلاء إن ياخدوا تمن، يا إما تمن إفراج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين أو تمن سياسي كما يعتقدون. هم عندهم 560 رجل و190 طفل و40 سيدة المعتقلين الفلسطينيين. ال- 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 الغريب بقى يا أستاذ ضياء إنه اسرائيل وهي بتضرب في قطاع غزه بتضحي بارواح هؤلاء الناس. كان في بيان النهارده او امبارح بيقول ان في اربعه اسرى قتلوا من جراء الضرب الاسرائيلي. قالوا اضافوا اليهم اصبحوا 13 بينهم اجانب. ادي اول قضيه معقده. نعم. فعليك تتعامل معاها مش بس افراج، انما يعني
مقابل ماذا؟ تمام. الا لو تقول وفي الحاله دي انا هطالب الفلسطينيين رجل مسن او كده، لا انا رايي ان احنا نصبح احنا اكثر انسانيه ونفرج عن هؤلاء الناس. القضيه الثانيه ادخال معدات غذائيه وطبيه مستلزمات الى الفلسطينيين من خلال معبر رفح. مصر اعلنت رسميا موافقتها على فتح المعبر لادخال هذه المعدات. امريكا قالت نتفاوض مع مصر، نعم، ونرتب مع مصر لفتح المعبر، وكذا دولة تانية. الاعتراض او المانع هو اسرائيل. ان على اسرائيل انها تقول ادي ممر امن يمكن ان الهلال الاحمر المصري والمؤسسات الاهلية المصرية بالفعل جماعة دم وجماعة مستلزمات ومساعدة للزهير. يعني مش مستنيين ان تجي لنا اشياء من دول اخرى، صحيح، لما اشياء من عندنا تروح. ادي القضية التانية، قضية عمل. القضية التالتة بقى الاصعب، وقف التصعيد. انا اسف اللي انا هقوله ده، من الارجح ان اسرائيل مش هتوقف التصعيد، مش هتوقف الا بعد ان تشعر انها اعادت الى جيشها يعني صورة الكبرياء والعزة والقوة. صحيح. يعني بحيث يعني الهدف اللي بيقوله ايه بقى؟ تدمير حماس وافقاد قدرتها على حكم غزة. بس بتفكر في كده، طب ازاي؟ كيف تفعل هذا؟ وهل قتل المئات او الالاف من الفلسطينيين يحقق هذا؟ هل انت هتدمر غزة كلها فوق الارض وتحت الارض؟ موضوع الدخول البري. نعم. انت عارف الصحفي الشهير توماس فريدمان؟ طبعا. كتب مقالة في النيويورك تايمز قال اكبر هدية تقدمها اسرائيل لحماس هي دخول غزة. صحيح. ان هيصبح الجنود الاسرائيليين هدفا سهلا او صيدا ثمينا لهم. وهو ده اللي خلاهم يخرجوا من غزة طواعية. صحيح. صحيح. انا بقول بمناسبة الوجود البري يا دكتور، ملاحظة رقمية تؤكد توماس فريدمان. احنا عندنا الاحتياط الاسرائيلي اللي جمع 360 الف جندي غير القوى النظامية اللي موجودة في الجبهة الشمالية وفي أماكن أخرى. لو افترضنا أن القوات الإسرائيلية الاحتياط فقط هي اللي دخلت غزة، هيبقى لكل كيلو متر مربع 1000 جندي. ده في حد ذاته البعض قد يراه قوة غاشمة، والبعض قد يراه صيدا سهلا. طبعا. يعني في الحالتين في مشكلة. طبعا طبعا. يعني إسرائيل ليست بالقوة التي تبدو بها. هي قوية جبارة وميزان التوازن العسكري لصالحها 1000%. إنما حتى هذه اللحظة هناك مقاومة فلسطينية، وما زال هناك صواريخ فلسطينية بتضرب بها إسرائيل، وما زال هناك عمليات مقاومة. يعني الصورة طبعا يعني في مثل هذه الحرب، زي ما في حرب على الأرض، في حرب إعلامية وفي حرب نفسية وفي حرب في العالم الافتراضي على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى الإنسان أن يتبين بصعوبة في وجه الحقيقة المؤكد. بتضرب قنابل من الجو لأن الفلسطينيين ما عندهمش وسائل دفاع جوي، وان الطيران الاسرائيلي عنده سماء مكشوفه، وانه هيضرب الناس، وان في عائلات فلسطينيه ابيدت عن اخرها،
ونقول في الاول اوقات صعبه صحيح، اوقات شده صحيح صحيح، وصعوبات وضحايا صحيح. انما يعني حركات التحرير في تواريخ الشعوب، احنا في مصر كان عندنا بحر البقر وعندنا تهجير خط القناه كله وعندنا الاسماعيليه وبورسعيد والسويس وبطولات شعوبهم. يعني في اوقات الحروب تظهر معادن الشعوب. درس التاريخ اللي حضرتك قلته لنا برضه، ويمكن نختم بده، يعني احنا عدينا شويه من وقتنا، هو في حركه تحرر وطني بمختلف اشكال الاستعمار على مدار التاريخ فشلت؟ لا، ناخد ايه، اختلفت طرق انهائها. لما ناخد مثلا في اللي حوالينا الجزائر 130 سنه بس انتهت حربا ومفاوضات. جنوب افريقيا لأسوأ اشكال التمييز العنصري انتهت. فيتنام كمبوديا يعني النماذج الكبرى للاستعمار للاحتلال. يعني إذا كانت فلسطين هي آخر معقل رئيسي يظهر فيه الاستعمار صحيح وبشكل استيطاني، نعم، بتحتل قطعة أرض تحتفظ بيها وتبدأ تستوطنها. الاستيطان معناه أنك لا تنوي إعادتها لأصحابها. صحيح. من الصعب جدا في هذا الوقت، في حين على ربع القرن الحادي والعشرين، لا تبرير الاستعمار ولا أنه يسمح لأي دولة الإنسانية والمبادئ الإنسانية لا تتجزأ. صحيح. الذين يتحدثون عن المدنيين الإسرائيليين الذين قتلوا ينبغي أن يتحدثون وبنفس الدرجة عن المدنيين الفلسطينيين الذين يقتلوا. وهنا كان بيان جامعة الدول العربية إن إحنا لا نرحب ندين بالإعداء على المدنيين عموما. كده مبدأ إنساني. أيضا احتلال بلد لبلد تانية مبدأ غير قابل للمفاوضة، أراضي الشعوب غير قابلة للمساومة ولا للبيع. دي مبادئ أوليات مظبوط في القانون الدولي. مظبوط. الحقيقه احنا يعني تعلمنا كالعاده وخدنا وقت زياده، بنشكر عليه بقى تاني المهندس هاني العتال اللي الحقيقه عنده انتخابات الجمعه الجايه في نادي الزمالك، وانا اول مره اجيب سيره هذا الموضوع كمرشح لنائب رئيس نادي الزمالك. الجمعه الجايه هنكون لسه يعني ما تقابلناش، نتمنى له كل التوفيق. ويعني استاذنا الدكتور علي احنا في ظروف صعبه واستعنا بيك عشان نفهمها. اشكرك. وان شاء الله نلتقي قريبا جدا تكون هذه الامور غدا اصبحت اسهل قليلا، وانه حقوق الشعوب يعني زي ما حضرتك بتقول لا تضيع. اشكرك شكرا جزيلا استاذنا المفكر الكبير استاذ الدكتور علي هلال واستاذ العلوم السياسيه. نشكر حضراتكم وبنخرج الى يعني نهايه الحلقه، نلتقي بكم ان شاء الله على خير الاسبوع القادم.